السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعينا الكرام، مباشرة من سيدي محمد الشريف. غادي ندخلوا نقربوكم من آخر المستجدات المتعلقة بعملية الهدم وآخر التطورات وفين وصلت الأمور. كما كتشوفوا معنا دخلنا من هذا المدخل، واللي ما كيعرفوش الناس بزاف أكيد غيعرفوا الناس ديال المنطقة. هنا عملية الهدم شملات مجموعة من البنايات كما كتوضح الصورة، مجموعة من البنايات شملاتها العملية ديال الهدم. ونحاول نقربوكم من الأجواء ديال الأسر اللي باقين هنا، وكنتمناو من الله أن يعني الأمور تقاد بالنسبة للأسر، الناس ديال الوداية إن شاء الله تخرج من بشارة الخير وتكون الأمور مزيانة. صراحة منظر جميل، منظر جميل كنشوفو فيه هنا، جريدات زويونين صراحة. الله يسخر الأمور والله يدير اللي فيها الخير. كنشوفو هنا مجموعة من البنايات شملاتها العملية ديال الهدم سيدي محمد الشريف، تغييرات كبيرة. كما كتشوفوا عملية الهدم هنا في مجموعة من النقط المتفرقة سيدي محمد الشريف، عملية هدم كبيرة اللي كتشرف عليها السيدة القائدة بهية. خلينا في الخلف ديالنا ولاد مطاع الغربية، غنكتفي معكم ان شاء الله في هذا الجزء هذا غير بسيدي محمد الشريف. شوفوا الامور كيفاش ولات هنا، شنو اخر المستجدات. فاللي نقدر ناكدوا لكم ان عملية الهدم شملات مجموعة من البنايات، مجموعة من النقط، فلربما ان شاء الله مع غيتحل المشكل ان شاء الله ويتقاد الملف ديال فراد الجيش الوداية، فغادي نشوفوا ان شاء الله الامور غتمشي للافضل، غنشوفوا تغييرات كبيرة. نحاولوا نطلعوا بكم من الفوق الارض شوية، لا واحد الحجر ماضي شوية هنا. كما كتشوفوا معنا عملية الهدم كذلك هنا في الجنبات. هنا كان با عمر الله يذكره بالخير،
ان العمليه ديال الهدم مستمره في سيدي محمد الشريف ولاد المنطقه الغربيه، ارقام كبيره جايه في الطريق، ارقام كبيره جايه في الطريق، ومجموعه من الاسر راهم التحقوا بالشقق ديالهم، وكاين اسر اللي جايين في الطريق حتى هما ان شاء الله بعد ما يتسواو لهم الوضعيه ديالهم ويتقادوا الملفات ديالهم ان شاء الله. هذا هو اللي كاين. بالنسبه لعمليه الهدم ديال البراريك فارقام كبيره سجلاتها الملحقه الاداريه السادسه في وقت وجيز، وهنا كتشوفوا الصوره كيفاش تغيرات. هنا كنشوفوا تغييرات كبيره، كان هنايا شي زارب، هنا كانوا السكان هنا في اليسار. شوف الدنيا تبدلات صراحة، هادشي اللي كان في اليسار ديالنا كان باقي مرايبش في آخر فيديو كنا درناه، اليوم كنشوفو الأمور أنها تغيرات. فنتمناو من الله الخير والتيسير للساكنة اللي مشات. نحاول الإخوان نشوف الطريق كيفاش دايرة، منعاودش ليكم، ربما عملنا الكاميرا غتبان لكم كيفاش كتلعب، مع العلم راني مفيكسيها. كما كتشوفوا عملية الهدم دازت عاود هنا، دازت هنا من الخلف ديال المسجد. صور حصرية فنتمناو من الله الخير لهاد الناس هادو اللي ريبو، والناس اللي ريبو واللي جايين في الطريق. فهادشي كان غادي يكون، والعملية راه مستمرة كما كتوضح الصورة. الله يدير اللي فيها الخير والله يصاوب للجميع. حنا خارجين من سيدي محمد الشريف، لازم ندوزو من هاد النقطة هادي اللي فيها واحد المناظر اللي هي جميلة، اللي كيكونو فيها الناس ديال الودايا، الناس ديال الزرايب، الناس ديال الزرايب، الناس ديال المساحات الكبيرة. الله يبارك، الله يسخر ليهم، والله يسخر للجميع. هادشي اللي كنتمناو الاخوان. صراحه درت واحد البوز، هضرت مع شي اخوان هنايا، فنتمناهم الله الخير والتيسير صراحه الافراد ديال الوداية حتى هما. ناس كاينين ناس طيبين صراحه، كاينين ناس طيبين، الله يسخر الامور. في انتظار تسويه الملف ديال جيش الودايه، واللي ان شاء الله غيكون فيه الخير ان شاء الله. الى هنا متابعينا الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.